قولوا خضوا حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بقناة الرافدين حتى نسمع بآرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجنا. مشاهدينا الكرام للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أمامكم، فأي وقت تختاروا تقدرون تتصلون بنا نسمع رأيكم ونسمع صوتكم أيضا. أما هذني الرقمين اللي تشوفوها أمامكم الآن، ذني للمشاركة من خارج العراق، فعدكم أربع أرقام للاتصال، رقمين للداخل ورقمين للخارج. أما ما يخص الرقم الأخير للبرنامج، هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب ما أقدر أستقبل به رسالة صوتية، ما أقدر أستقبل به أي مكالمة، فقط أنه تكتبوا لي رسالة، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. الفيديو اللي طلع في بداية البرنامج هذا اشتباكات ما بين الميليشيات بيناتهم اللي مسيطرة على منفذ مندلي الحدودي مع إيران. طبعا الصراع هو مو لأجل حماية المنفذ مثلا من التدخلات الخارجية أو لحماية عملية تهريب مثلا أو كشف عملية تهريب ومحاولة إلقاء القبض على المهربين، أو أنه هي محاولة لمنع تسلل أحد من الخارج. لا، المشكلة ما بين الميليشيات هي لأنه أكو مشكلة على العائدات اللي تصير بالمنفذ، أكو ناس تريد تقسم بس التقسيم ما عجبهم فتعاركوا بيناتهم. يعني فعليا هو مدى يتعاركون بيناتهم لأجل هيبة المنفذ أو أمان المنفذ أو أمان الناس بعد المنفذ، هم دا يتعاركون بيناتهم لأنه دا يريدون يتعاركون على الفلوس، على الحصص، إش قد حصة كل واحد من هاي الميليشيات من واردات المنفذ. السؤال اللي ينطرح هنا، المنافذ الحدودية، يعني أرد أسأل سؤال، هل هي خارج حسابات الحكومة العراقية مثلا؟ المنافذ الحدودية نقدر نقول انه هاي المنافذ ما داخله في واردات الدولة العراقية؟ هل المنافذ الحدودية اليوم هي عبارة عن مكاتب اقتصادية للميليشيات مثلا؟ معقول المنفذ الحدودي اللي من المفترض انه بمؤسسة بمنظومة كاملة بمدير منفذ وبضباط وشرطة وجيش، ذول المنفذ اللي المفروض يأمنون الدخول والخروج مع إيران، المفروض ذولا شغلهم هو حماية الناس اللي عايشة بالعراق من شماله إلى جنوبه، لأن إذا دخل شيء غلط العراقيين من الشمال للجنوب تعرضوا إليه، إن كان دواء فاسد، إن كان سلاح، إن كان قاتل، إن كان أي شيء، إن كان أكل غير صالح للاستخدام البشري أو أكل فاسد منتهي الصلاحية مالته. فأنت لما يدخل من هذا المنفذ وباقي المنافذ ترى نفس الحسبة، من دخل من هذا المنفذ وطش بالسوق كل الشعب العراقي متعرض له. بالمقابل اللي لازم المنافذ المفروض هي
دائرة المنافذ الحدودية أو دائرة الجمارك العامة، يعني قد تكون هي دائرة من ضمن وزارة الداخلية، شغلها هي حماية الناس. اللي دا يصير اليوم انه المنفذ الحدودي اكو جهتين دا تتعارك على فلوس. زين هاي الفلوس مو تابعة للدولة العراقية، هي حق للدولة العراقية، ومن بعد الدولة هي حق للمواطن العراقي، لانه هي هاي من واردات الدولة، واردات الدولة اللي راح تستخدمها الدولة تعطي رواتب، تشتري مواد للحصة التموينية المفروض، تشتري علاج حتى ما يقل الدواء بالمستشفيات وبالمراكز الصحية وبالصيدليات، تشتري السلع الغذائية للعراق المفروض ما ينتجها، ولو اليوم العراق أصبح مستهلك لكافة السلع الغذائية والزراعية، تشتري مواد ما موجودة بالعراق حتى المواطن العراقي يستخدمها. مو المفروض هاي الفلوس اللي دا تدخل من المنافذ الحدودية، كم منفذ حدودي بالعراق؟ حسبوها، العراق شقد حدوده على كل الاتجاهات، شقد بها منافذ حدودية؟ المفروض هاي الفلوس تروح للخزنة، تروح للدولة، تستلمها دائرة المنافذ الحدودية تعطيها للدائرة الأعلى منها، الدائرة الأعلى منها تسلمها إلى وزارة المالية، وزارة المالية تسلمها إلى البنك المركزي، تدخل في خزينة الدولة، تسجل في خزينة الدولة أنه هذا المنفذ الفلاني والمنفذ الفلاني وباقي المنافذ سلمت الدولة، هل قد فلوس، هل قد مصاريف العراق، هل قد يحتاج العراق. بس اللي دا يصير اليوم ما دا يصير هذا الشيء، اللي دا يصير أنه أكو ميليشيات دا يتعاركون بيناتهم، لا والعركة حرب، يعني سلاح ورمي بيناتهم. ليش؟ لأنه أكو فلوس دا يتقاسموها. هل أصبحت المنافذ الحدودية هي في سلطة الميليشيات مثلا، سلطة الأحزاب؟ وين مصطفى الكاظمي من هالكلام هذا؟ وين وزير المالية من هالكلام هذا؟ وين وزير التخطيط مثلا من هالكلام هذا؟ وينهم؟ شو مصطفى الكاظمي يعني يحكي لنا بسوالف، المواطن يقول لك اوكي انت تحكي بهالسوالف زين، والمهمات؟ وهاي سرقات لأموال الشعب، هاي سرقة للخزينة، هذا هدر للمال العام، الفلوس ذني دا يروح عن هدر، هذا ان الفلوس المفروض يطبان إلك، إلك يعني مو شخصة. أبو عمر من بغداد، حياك الله يا أبو عمر. حياك الله أستاذ أفل. هلا بيك يا الغالي، وحيا الله قناة الرافدين وحيا الله مشاهديها. يسلمك، حياك الله أستاذ أفل. بالنسبة لوضع العراق من 2003 ولحد الآن، أي رئيس وزراء وأي دولة ما حكمت العراق بصورة ولائية وحب لهذا الشعب العراقي العظيم؟ نعم. بل يعني دمرت النفوس العراقيين وكتلتهم وأذتهم وسجنتهم وبالانفجارات وبالقتل وكل هاي الأمور، الحقد اللي شايلته، يعني نقدر نقول قبل 2003 شايلين الحقد هاي دولات الميليشيات من الأحزاب السلطة. لو كان عندها ولاء وحب للعراق، هم قالوا على أساس إحنا جبناكم الحرية وسوف تشوفون الأحسن والأحسن وخلصناكم من نظام. طيب وين الأعمال اللي قاموا بها؟ لا عندك زراعة، لا صناعة، لا تعيينات، البلد كله يعني للأسوأ. المنافذ الحدودية المستفادين هم، خربوا الزراعة وخربوا الصناعة. ليش؟ هم كبلد يعني نفطي وعده يعني خيرات، يعني أستاذ أفل كل العراق يعرف الخير اللي بيه، يعني ما قدروا أنه يعني يخلون رجلهم على فد مصانع، على الأعراض الزراعية، يعني ما قدروا يطوروها على مود العراق ينهض، الشعب ما راضي عليهم، يعني كل هاي الأمور هم يعني ما واحد يحتاج يعلمهم، بس هذا الحقد اللي عندهم اللي هو دمرنا ودمر من هاي السلطات حكمة الفساد اللي من 2003 ولحد الآن. المنافذ الحدودية هي نفسهم سلطة الأحزاب مستفادة من يعني اقتصاد العراق، دمروها من إيران اللي قاعدين يستوردون أو من باقي الدول. يعني منافذ الحدودية إلها فد يعني رواتب، يعني مو برواتب، يعني
نقدر نقول يعني واردات اللي قاعد تدخل كلها لصالح الأحزاب ولصالح الميليشيات من أجل الدول يعني تكون مستفادة، إيران وغير إيران تكون مستفادة باقتصادها، انتعشت مواردها، انتعشت خيراتها لأجل إرضاء إيران وباقي الدول اللي هم يعرفون يعني اللي يستوردون المستفادين من عندهم. العراق اللي صار من 2003 لحد الآن المواطن العراقي من يريد يطالب عن حق أبسط حق من حقوقه، الماء الكهرباء، هذه ما متوفرة عنده، هذه ما متوفرة. ليش؟ لأنه كافة الوزارات اللي موجودة بالعراق هي تحكم أحزاب السلطة، فكيف نترجى من هاي الأحزاب السلطة من وزارة الكهرباء أو وزارة الصحة أو أي وزارات؟ هذول ما عندهم أي يعني أي مبادرة للشعب العراقي، وما عندهم فد شيء يعني يخدم المواطن العراقي، بس بالعكس هم يريدون يعني يوصلون البلد نحو الأسوأ حتى ما يقدرون يوصلون. يقولون احنا يرادلنا سنين يلا نوصل البلد بحالة زيادة. طيب انتو 18 سنة ما سويتوا شيء، شو راح تقدرون؟ اي حكومة راح تجي من بعد الكاظمي او الكاظمي؟ ما يقدرون. فهذول ما ممكن البلد يستقر وضعه ويتحسن بوجود هاي سلطة الاحزاب والحكومات اللي متعاقبة اللي حكمت العراقي من 2003 ولحد الآن. فما نقدر يعني نترجى خير من هاي سلطة الأحزاب نهائياً إلا بحالة واحدة، ثورة عامة كبيرة لإسقاط هاي الأحزاب وإسقاط هاي العملية السياسية اللي فاشلة. يعني ما ممكن إحنا كعراقيين ننتظر من هيش حكومة ومن كاظمي أو غير كاظمي نترجى الماء أو الكهرباء أو المنافذ والواردات اللي قاعد تدخل للعراق أو المصانع اللي هي مسدودة أو الزراعة اللي هي ماكو مي إلها أصلاً أو أبراج الكهرباء اللي قاعدة تنضرب بين فترة وفترة. هذه ما ممكن إلى محاسبة، كاميرات حرارية ماكو إلها حراسات إنه تلزم دول هالميليشيات اللي جاي تدمر من أجل يعني دول الجوار على مود تستفاد حتى العراق لا ينتعش. هاي كل هاي الأمور كلها متآمرة أحزاب السلطة على العراقيين، فمهما يكون قد ما يقدرون للشعب العراقي، شعب العراقي يعني ناس عندنا ناس أو لا، ولاهم الوطن محبهم الوطنهم، ما يقدرون يدمروا بهاي يعني الأعمال الإرهابية اللي قاعد يدمروا سرقة أموال العراقيين، انتعاش المواطن العراقي، ما يسوون بأذيته المواطن العراقي. يبقى صابر لحد ما يسقط هذه الحكومة الفاسدة اللي حكمتنا. نعم الله عليك سعد. شكرا لك أبو عمر. شكرا لك سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله يا أستاذي. إحنا نتمنى من المسؤولين حماية المنافذ، يعني حماية المنافذ من سموم المخدرات والمسكرات، يعني حماية الجمهور، حماية المجتمع، حماية نصف الجمهور، نصف المجتمع من سموم المخدرات وإنجاز معاملات المسافرين ومكافحة الفقر والبطالة. نعم انقطع الاتصال ويا الأخ سعد. شكرا جزيلا لك. أبو أيسر من تركيا، حياك الله يا أبو أيسر. الله يساعدك أستاذ. ويساعدك يا الغالي. وينك أستاذ؟ هلا بيك أستاذ. احنا نعرف المنافذ من 2003 ولحد هذه الساعة هي كلها بيد الميليشيات وبيد كردستان، يعني بيد ناس كلهم نشالة وسرقات وتهريب نفط وتهريب مخدرات. الحكومة ما لها أي شيء وما تقدر تسيطر على هذا الوضع، لأن هذا كله سبيل إيران تبقى تنهب بأموال العراق. يعني تشوف النفط دي يتهرب بصهاريج من مينوى ومن الأربيل ومن كركوك ومن الشلامسة بالبصرة وغيرها وغيرها وغيرها. فكل المنافذ الحدودية حتى السيطرات الداخلية والخارجية هي كلها نهب بنهب. الحكومة ما إلها يد بيها نهائيا ولا تقدر السيطرة عليها، كلها بيد الميليشيات والحشد الشعبي. نعم. العراق أستاذ كل منهوب هو من زمان، يعني كل فلوسه هي دا تروح لإيران، لأن يعني كل اللي جايين فقط يبوقون يعني ناس مو رجال بناء وإنما رجال سرقة. نعم.
واني اشكرك وشوف انت شو تقول بعد انا حتى اتحدث. شكرا 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 لك ابو ايسر. محمد من كربلاء حياك الله يا محمد. السلام عليكم استاذ ابل. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي. سلامي على قناه الرافدين قناه البطله. حياك الله اخوي. اخوي استاذ ابل. نعم. من 2003 لحد هذا اليوم صار 18 سنه. نعم. بتحكي عن الحكومات، كل الحكومات وهي الحكومات المتعاقبه وراح تجي والبعد 2040 مو 2030 هسه مو 2021 لل 2040 2050 نفس هاي المعاناه احنا. بالعراق تقدم قدام 20 سنه نفس هاي المعاناه ونفس هذا الوضع بالعراق، تعرف ليش استاذ اخويا؟ زين، ليش؟ استاذ افل؟ ها كل انسان ما عنده حب وولاء لبلده ووطنه ما عنده ذكاء على عرضه وعلى شعبه. زين؟ ما عنده غيره على بلده، ما عنده غيره على شعبه ولا على عرضه. زين، اخ محمد زين؟ الحال تفضل انت تقول لي من هنا ل 2050 بنظرك يبقى العراق على هذا الحال، زين والحل؟ واسوء ونرجع لورا ونرجع وبعد ونتاخر، ليش شوف صاني تعبان وجاي احكيك بحكي حرقه؟ لان قلبي والله مقهور على العراق، شوف سجناه. شوف يعني مغيبين. معقوله شعب 40 مليون نسمه ما عندهم حل لهذا الحال؟ اخوي استاذ محمد احنا نعرف الحل وساكتين، والحل كله بدينا مو بالدوله. زين بس احنا ساكتين، تعرف انا اعصابي منهاره وتعبان، احنا نعرف سجناء، نعرف مغيبين، نعرف نازحين، نعرف جوع، نعرف طغيان، نعرف مي ماكو، كهرباء ماكو، مستشفيات، خدمات، مدارس، كلها نعرفها وساكتين. زين والله العظيم الشعب العراقي لا يبقى هيك للاسوء بعد. زين والسبب بينا احنا. زين استاذ افل اخويا؟ نعم. تعرف ليش استاذ افل؟ ليش؟ تعرف ليش؟ انا اقول لك ليش؟ لان انا هسه اذا ما عندي غيره على بلدي وعلى وطني، ما عندي غيره على اهلي وناسي وربعي، مو صحيح؟ فذول حبهم وولائهم لايران والامريكا. زين؟ وانا اشكركم واشكر قناتكم. شكرا لك اخ محمد. اخ محمد يقول يعني الحال راح يبقى عليه من هنا 2030 40 50، يعني الشعب العراقي ثار واكثر من مره هو يقول لا للفساد، لكن اليوم الشعب العراقي توحد كلمته. اليوم الشعب العراقي رفض هاي الطائفيه اللي جابوا لنا اياها بصوره تعبانه، رفض هاي المحاصصه، رفض هذا الفساد، رفض هذا النظام، رفض الاحتلال، رفض التدخل، رفض كل شيء. كل شيء اليوم الشعب العراقي رفضه. لكن ما يشغل البال انه معقول السياسيين بعدهم مدى يفتهمون ومدى يستوعبون انه هذا الشعب واقف على فوهة بركان؟ بعدهم مدى يستوعبون انه هذا الشعب ما يقدرون يضحكون عليه؟ بعدهم السياسيين اليوم مدى يستوعبون انه هاي السرقات والحجج اللي ديطوها السياسيين بعد ما تعبر على الشعب العراقي؟ بعد ما تعبر على الشعب العراقي يجي واحد يقول لك اني الدولة العميقة مثلا، ما تعبر بعد على الشعب العراقي من يقول لك فساد؟ ما تعبر على الشعب العراقي لما يطلع واحد بدعاية انتخابية ويقول اني راح ابني؟ لان هم صار لهم من 2003 واحنا بال 2021 في ربيعها او في ربعها الاخير، هم نفس الشيء نفس الحال، بل الحال العراقي دي يدهور. 2003 شفنا سرع البنزين، كل العالم قالت حرب، العراق ما قدر يستورد، ما قدر يكرر، ما قدر يجيب، كانت حالة شبه طبيعية لبعض الناس. لكن بال 2021 شفنا سرع الثلج لأنه ماكو كهرباء والعالم تريد تبرد. بال 2003 شافوا الشعب العراقي بعض الحالات الغريبة على الشعب العراقي، لكن بال 2021 شفنا هواية حالات ما موجودة بالشعب العراقي بس دخلوها إلنا. محمد من الموصل حياك الله. سلام. حمود من الموصل حياك الله يا حمود.
السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخويا. هم ذولا عندنا الساع ذولا مو عراقي ابن عمي والله لا يقول وكيل على المقراضة بيكم انتم هنظل نهوس ونركض يمنا ما تفيد. هذا اللي يجي يستلم الحكم يقول يقول له ترى طلعت يمنا يسلم طير راسك ما عاد يظلم يا ما تسال قام يخاف. انا اقول لك اصبر له اصبر له من اللي شتم راح يرفع راسه يجيك رسائل قتل يجيك رسائل قتل يومية حسا عدب الموت مداهمة يومية الفرد مداهمة المرحة على ولدي قال وين ولدك قلت لهم والله وقع وخذتهم الحكومة بدون اسباب قال لا مو بدون اسباب قلت ليش ما نحكي شو نسوين وانت شفتوهم من شادهم ولدي كلا وكلا وبعضوا النطوط بعضوا الحدود بعضوا المنافذ بعضوا الجمرك دي تعال قولي خل واحد يقول بروح حسني هذا المحل وانا مش عن كلامي ايه صحيح اخويا شو تقول صحيح ابن عمي هذا الشعب ما عاد يقدر ابا الله قام قلت له حكيت له كوني طير راس قلت له والله راسي طير راسي 100 حزب تسلط عليه هذا يقول اخذ الحزب ما ظلت لقعدة مسعود البرزاني اضرب رواتب من العراق وعنده 5 منافذ زاخة حاج عمران عندك البندي خانقين هذا كله مشتركين بيها ويجمعونها الأمة في الملكة عدال الأردن هذا العامل عدال سوريا واحد وخمسين مليار 30 مليار هذه حكومة بن عمي هنا من قادر نبو الدول حسين هنا بالمواطن الحلبوسي ونورة عامل تعالوا انتخبونه من ينتخبه بس يقول لي من انت وقعدت لهم مطايق على هذا الكندان الاخر المسيحي يا عمي تعبنا وتعبونا قمنا نخاف ما خفت على خاتم الجوة فخات الجوة على ما بقيها ما بقيها شو يسوي تظلم محامي يشرب عليك تظلم محامي طور لابنك تاكل هواك تقول لنا ليش ما قلت محامي امشي خلاص تراجع امشي اليوم اللي 5 سنين ما عنده لهم وين ابن عمي هذول قاعد يبيعون بيع كل من قابل له رصيد بالعراق نعم سجن والنفط الحدوديه والنفط والتجاره والشركات والمطارات والحزب قابل له شو طلعون؟ يقول لك احنا خربت على الكل وانعمرت على الكل احنا كارثه احنا باغين. ما ظل هيك والله ما ظل هيك لا واحد الله. نعم. جزاك الله خير. نعم. يا الله. شكرا شكرا لك اخ محمود. ابو احمد من بغداد كان مفروض يدخل ويانا لكن انقطع الاتصال ويا ابو احمد اتمنى يرجع لنا ابو احمد حتى نسمع رايه بالموضوع. المنافذ الحدوديه يعني هوايه حكوا بها سياسيين وهوايه حكوا بها محللين وهوايه كتبت بها مقالات وهوايه كتبت بها تحقيقات لكن الى اليوم ما شفنا اي محاوله لاي حكومه جت على العراق من 2003 لليوم. كم رئيس وزراء من 2003 لليوم حسبوهم ما شفنا أي محاولة من عندهم للسيطرة على المنافذ الحدودية أو للسيطرة على الواردات اللي تدخل العراق من المنافذ الحدودية. اللي يشوف أو اللي تابع الوضع بالعراق يشوف أنه الحكومة عبارة عن مجموعة تدير البلد بطريقتها الخاصة والمنافذ الحدودية خارج حسبتها نهائياً. المنفذ الحدودي هو بوابة العراق. المنفذ الحدودي هو البوابة اللي من عنده تدخل البضائع وتدخل هواية من الأمور. طبعا المنفذ الحدودي يقابل أيضا المنفذ الجوي. المطارات العراقية هي منافذ جوية هي همين عن طريقها يدخلون ويخرجون من العراق وإلى العراق. اليوم المنفذ الحدودي عبارة عن بؤرة فساد. كل السياسيين يحجون في الفساد الموجود داخل المنافذ الحدودية. أغلب السياسيين لما يطلعون بلقاءاتهم الصحفية والتلفزيونية يتكلمون عن قضية المنافذ الحدودية
ويقولون انه بها فساد ويقولون انه اكو خطا في اداره المنافذ الحدوديه، ومع ذلك ما دا نجي نلقى واحد دا يتعلم من دا ينحكي او دا يتعلم من اللي دا ينقال او دا يتعلم من الشعب، والشعب يقول لك اني ما قابل على هذا الحال، انا اريد حال احسن. كرار من الناصريه حياك الله. اولا تحيه لك ولقناه جمهور رافدين الفضائيه. حياك الله اخوي العزيز. نعم استاذ، بخصوص المنافذ الحدوديه، المنافذ الحدوديه يوميا تطب المنافذ الحدوديه بالاف المليارات والاف الدولارات، بس هاي الفلوس وين جات تصرف وين جات تروح ما ندري، شنو المواد اللي جات تنطب للعراق من هاي المنافذ؟ شنو جاي تنصرف من هاي المنافذ؟ يعني لا رقابه ماليه ولا رقابه اداريه مثل ما تقول على هاي المنافذ. اليوم المنافذ مستحوذه عليها ميليشيات وعصابات تمرر مكاسبها السياسيه من رعاه ايران، احنا خاصه عندنا المناطق الجنوبيه مثل مال السفان ومال عفوا مال الشلامشة، مثل الشلامشة هاي المنافذ اللي تسيطر عليها شو اسمه تسيطر عليها منظمات ميليشياويه وتقوم تروج السلع الايرانيه من داخلها، مثل تجيب هاي المواد الكريستال ما كريستال، يعني ليش احنا بالهاي بالوسط هنا والجنوب اشتري هاي ماده الكريستال من تجينا منين؟ من ايران. نعم استاذ. زين اخ كرار، يعني الحل شنو؟ الحل بعد لازم الدوله، يا اما الدوله تكون في ملف المنافذ تكون من يعني تكون يعني تكون رقابه حقيقيه من قبل الدوله. يعني احنا كل زين اول ما شفنا من اجت حكومه الكاظم كل زين شفناهم شو اول بدايه جو للمنافذ وزاروا المنافذ وزاروا المنافذ كل المنافذ بالعراق، ليش ما حد بس اول بدايه وصار عليها اعلام ومدري شنو بعدين تركت هذا الموضوع، صارت يعني المنافذ لا شيء، لا ظلت الا لا رقابه ماليه لا عليه جاي تهرب الاف. فلنفرض انه الحكومه ما تريد تتدخل وما راح تتدخل، الحل شنو؟ يعني الحل اذا يبقى يعني هو العراق ظال تايه بيد الميليشيات، مسلح من فليت وظال بيد اللي عبر ذاك ما هذا من الحزب الفلاني، من حزب هذول جماعه التيار يعبرون اليردوني، هذول جماعه العصاب يعبرون اليردوني، ظال يعني اذا الى متى يظل العراق يعني بهاي الفوضى وبهذا المستوى المتندى؟ يعني الشعب العراقي بالتالي اليوم يطالب الحكومه، لان لابد انت اليوم من تروح تكتكت بسلاحك تواقف على المناظر يتهمونك بين الترهابي بين لازم الدوله يكون لها قرار حاسم بهذا الملف. يعني الملف المنافذ مو ملف شويه، يعني هذا بالتالي استقرار العراق يعني يؤدي الى قلت لك يعني يؤدي يعني كثير جاي تعبر مواد مخربه ومواد محطمه لهاي الشباب من هاي المنافذ. يعني لازم يكون موضوع من الدوله موضوع حازم موضوع جدي، يعني تاخذون موضوع يكون موضوع صارم حق هاي المنافذ. يعني هاي المنافذ يعني مو ضبط، يعني احنا كل زين شفنا من بدايه حكومه الكاظمي يعني اول بدايه وتقبل اعلامي، بس بالتالي بالنهايه ما شفنا من عندهم اي شيء ولا شفنا من عندهم اي قرار، بالتالي راحت المنافذ لان تعرف انهم مسيطرين عليها جهات ميليشياويه. اليوم يعني مثل ما قلت لك السابقه قلت لك انه مسيطر عليها جماعه التيار جماعه العصابه تعبر لنا ذني شغلات تعبر لنا ذني سوالف، هذا بالتالي يعني كل الشعب شنو يقدر يسوي؟ يعني يقدر قلت لك اذا يروح يطب السعر يتهمون الارهابي لو يتهمون، لازم يكون الحكومه لازم يكون دور الدوله قيام القانون. نعم شكرا لك اخ كرار من الناصريه. أه المنافذ الحدوديه يعني مثل ما قال الاخ كرار ومثل ما قالوا اخواننا المتصلين لازم الدوله تكون مسيطره عليها، لكن هل من المعقول انه المنافذ الحدوديه راح تظل بيد الميليشيات؟ زين الميليشيات مو قالوا انه هي الميليشيات تابعه الى المكتب العام القائد العام للقوات المسلحه؟ اذا هي تابعه للقائد العام للقوات المسلحه شلون الميليشيات تصرف بحدها؟ فإذا صرفت بحدة فهي إذن تتبع منه، وإذا تصرفت بأمر رئيس الوزراء فهنا لازم واحد يحاسب رئيس الوزراء يقول له فلوس العراق وين تروح؟ لأنه الشعب العراقي تعب، المواطن اليوم لما دا يطلع ويلزم سرعة على ثلج، لما يطلع المواطن يظهر بعز الحر يريد كهرباء، ولما يطلع المواطن يظهر حتى يأخذ راتب، ولما يطلع المواطن يظهر حتى يحصل له مي صالح للشرب، ولما يطلع المواطن العراقي الظاهر من أجل خدمات، ذني أشياء ما راح تتوفر إذا ماكو مورد للدولة العراقية وراتب تقاعدي ورعاية اجتماعية وذني كل الأمور.
ما راح تتوفر اذا ما كانت اكو موارد للدوله. موارد الدوله ما تعتمد بس على النفط مثل ما الحكومه العراقيه دا تدير العراق هسه، اكو موارد ثانيه المفروض تعتمد عليها، بس ليش الحكومه ناطيتها اذن الطرشه؟ خلينا نقول ابو ساره من المانيا حياك الله. الو مساء الخير. مساء الانوار اخوي العزيز. الحقيقه استاذ اسد، هو يعني موضوع الجائزتين حضرتك حاليا هو جزء او سلسله من مآسي العراق او من هدر اموال العراق، او لانه هي المشكله ليس في المنافذ الحدوديه فقط، هي نعم. المشكله في هذا النظام السياسي الكامل الفاسد. يعني احنا انا حقيقه والكثير من عندنا يعني من الطليعه كانت موجوده في اوروبا وفي في في العراق حتى، يعني كنا نعمل خيرا في 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 ثورة تشرين اللي حدثت، لكن للأسف ثورة تشرين على الرغم من نزاهتها وعلى الرغم من وطنيتها لكن ما طرحت مطالب حقيقية للعراق. يعني مشكلة العراق مو هي مشكلة كهرباء ولا هي مشكلة تعيين، هاي كلها نتائج لسبب واحد كبير وعنوان كبير في العراق، هو فساد النظام السياسي. إذا بقى العراق مثل ما تحدث أحد الإخوان قبل شوية 30 سنة 2030 و40 و50 لا يتغير شيء ما دام هذا النظام السياسي الموجود. يجب 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 أن العراق في مرحلة من مراحل شباب الشعب طليعته قياداته الوطنية يجب أن تواجه نفسها. شلون صارت مواجهات كبرى في حياة الدول وفي حياة الشعوب في روسيا وفي أمريكا وفي كثير من الدول. هذا النظام يجب أن يغير شكل النظام. يجب أن يتغير إلى شكل النظام الرئاسي. النظام الرئاسي يذيب الطائفية، يذيب كل المحاصصة، هاي كلها يذيبها في بودقة واحدة هي البودقة الوطنية. احنا شفنا اللي صار في 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 تونس. يجب أن تكون ثورة من هذا الطراز، تغيير من هذا الطراز. يعني في الانتخابات القادمة جاية شنو راح يتغير؟ راح يجي رئيس الوزراء شيعي، وراح يجي رئيس البرلمان سني، وراح يجي رئيس الجمهورية كردي، وراح ترجع بأسماء مختلفة قد تكون، لكن هي العناوين واحد. لذلك يجب أن تكون مواجهة حقيقية وحية من عندنا إحنا كعراقيين بالخارج وبالداخل، وتتعالى الأصوات لتغيير هذا النظام. يجب أن يتغير هذا النظام السياسي. يعني هم خلوا الدستور وخلوا قوانين على قياساتهم الخاصة. يا أخي بلد منهار للأسف. يعني إحنا نتذكر العراق القديم من طلعنا أو من كنا عايشين به، أنا لا زال العراق بألم. ذكر شركة الزيوت النباتية، ذكر كذا كذا الصناعات الدقيقة، شركة الصناعات الخفيفة. يا أخي وينها؟ ليش اختفت؟ ليش أخفوها؟ ليش أخفوا كل الأصوات الوطنية بطريقة أو بأخرى؟ ليش ناس تروح يقتل يعني وإحنا على أساس عايشين في 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 مجتمع ديمقراطي؟ الديمقراطية في أي صورة من صورها لا تعني الفوضى، والديمقراطية لا تبنى في يوم وليله وجابوها هم الامريكان، تبنى على 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 مهل وثقافات وتحضر وبنى اساسيه، واهم من بناها هو الانسان. لكن احنا عندنا للاسف ما عندنا شيء، ما سووا شيء، ما بنوا الانسان، هم هموا الانسان. انا اللي اتمنى ان يصل صوتي الى شبابنا والى اخواننا، هو يجب ان تكون مطالبنا تغيير شكل هذا النظام السياسي الفاسد. وتحياتي لك وشكرا جزيلا. شكرا لك ابو ساره. ابو علي من المدائن حياك الله. حياك الله عيون. السلام عليكم استاذ احمد. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. الله يخليك منور الكريمه المجاهده. الله يسلمك اخوي. الله يسلمك اخوي العزيز استاذ رفل. نعم. ملاحظه للشعب العراقي، الف رحمه الذاكره بيت بيت. شنو؟ أقول لك ملاحظة للشعب العراقي. طيب وياك قول. أستاذ رفل أخوي العزيز قول. والله يا أستاذ رفل، الخلل مو بس بالحكومة، الخلل بينا احنا. ليش؟ قل لي شلون. أنا ترى أقول لك يا أخي شعب أصوات للطيبين وللي يسمعني يا أخي. أشوف حرامي جاي، أشوف حرامه وسارق ولا هو في المقام. ليش أصفق له وبقتل التخاف أصوته وأجمع عمان وقرايبه والشيوخ العشائر؟ يعني هو فاسد، ليش تتقبله؟
شنو اللي قدمه الحكومه لهذا اليوم اللي قدمته هاي الطبقه السياسيه الفاشله اللي قدموه لهذا الشعب؟ شنو اللي سووه؟ قتل، دمار، فساد اداري، اموال الشعب كلها للخارج. يا اخي تعبوا الشعب، تعبوا الشعب، الخلل بينا والله يا اخي استاذ رفل. نعم. اذا مو انتفاضه بالشمال الى الجنوب ضد ذول الفاسدين والله ما يصفنا عليهم. نعم يا اخي، مو احنا اللي صفقنا لهم، هم اللي جوا البطاط، مو هذا الشعب اللي صفق له. كانوا قالوا خلصنا من نظام صدام، الدوله جابوا الديمقراطيه. هي ديمقراطيه عم دمروا الشعب بقول الله والشعب الله لا وفخوا. لا بهيج حكومه فاشله إذا مو انتفاضة. واليوم دور الشيوخ الشرفاء الوطنيين والله هذا يكتب عليه السلامة. نعم. تعبنا يا أخي أستاذ رفل، لا كهرباء، لا حصة، لا أمان. يعني أنا من يصبح الصبح وأقول عايش أقول يا رب حمدك وشكرك. شنو اللي سوت لنا هاي الطبقة الفاشلة؟ يا أخي والله دمرها. إذا مو انتفاضة ضد دول الحرامية والفاسدين علينا واحد ورا الآخر. وأنا أشكر الشعب العربي صمد لجنوب. وأحييك أستاذ رفل العزيز. حياك الله، حياك الله، شكراً، شكراً جزيلاً لك. اليوم المنافذ الحدودية، ومو بس المنافذ الحدودية، هواية قضايا اليوم موجودة بالشعب العراقي، المواطن مدى ينظر لها بطريقة صحيحة. يعني اليوم المواطن دا يشوف مثلا الفلوس دا تنباك، بس المشكلة انه المواطن يعرف انه الميزانية العراقية دا تعتمد 90% بس على النفط. زين، ما الزراعة العراقية 0% اليوم، الصناعة العراقية 0%، التجارة العراقية كذلك. اليوم ماكو منتج عراقي. ابو ياسين من بغداد ويانا، حياك الله. تحياتي لك اخوي داخل العراقيين. حياك الله اخوي. اخي هؤلاء اللي اجوا للعراق على ظهر الدبابة، والجهة الثانية اللي اجوا من الفرس المجهول للعراق العظيم، انا اقول للشعب العراقي اقول لهم لا تتأملون من هذه الحثالات اقدام الاحتلالين انه هم وراهم امن وامان وزراعة وصناعة وبناء. يعني صار 18 سنة يعني هم بالعراق، ما شفنا واحد منهم رادار من هؤلاء السياسيين ورجال الدين راح دار له محافظة أو دار له نهر أو دار له محطة كهرباء أو دار له مكان مقدس. ناس كذابين ومنافقين وذيول، واللي يشتغلون عندهم هم ذيول. هاي الأحزاب، هذه الذيول هم صايرين سند للاحتلالين، الاحتلال هاي القيادات اللي عندنا واحتلال أمريكا وإيران. أخي هذه الهلة الآن اللي فيها العراق يعني حاقدين على كل العراقيين من شماله إلى جنوبه، وهذا كلامي أنا وجهته هاي القناة الوطنية الشريفة. أنا ما سميها قناة العراق، قناة الأمة العربية، لأن هاي القناة تدمعينها على كل شبر بالأمة العربية إلى طارد أداء. فأنا قلت لكم سنة 2014 اتصلت فيكم قلت لكم هؤلاء كلهم حرامية وما وراهم يعني كل أعمار، وطلع واحد من المتصلين شتمني لأن كلمت الحقيقة. فأخي أنا أتمنى أخ بعض من الشعب العراقي يعني يصحون ويتركون هذه الأحزاب الإجرامية اللي مباشرين هلاك العراق من احتلال العراق إلى حد الآن. يعني هسه ببغداد أكو واحد يحلق صورة الخميني اللي حاربنا 8 سنين، معلقين صورة الخميني وصورة الخامني. الخامني هذا كل شيء يقول أنا أريد أسمع الشعب اللي جاي يسمعني. هذا الخامني يقول بعد 50 سنة ما أخلي شيء اسمع عراق. وبوش الصغير يقول أنا إلا أرجع العراق 5 ملايين. فاصحوا يا إخواني، اصحوا، هذا بلدكم، هذا ما تفيدكم 500 ألف ولا تفيدكم 1 مليون، هذا بلدكم، هذا من تموتون تندفنون به وولدكم نشأوا من هالبلد. فأختر مو بالأخير. فأخي سبحان الله يعني نعم
اللي من من نعم من من فارق الطائفيه هو صدق الايراني عمره الامريكي، بس من اللي واحد كتل الثاني العراقيين. سبحان الله، انا اتمنى يكون الشعب يصحى ويصير انتماءه الى بلده. وانا اشكرك. شكرا جزيلا لك ابو ياسين. صباح من النجف، حياك الله. قطع الاتصال يا صباح. القضية قلنا صناعة، زراعة، التجارة، اليوم ذني كلهم من المفروض الشعب العراقي يطالب الحكومة العراقية أن تفعلها، والحكومة العراقية مطالبة أيضا بحماية الفلاح وبحماية المصانع العراقية وبحماية المنافذ الحدودية وبحماية كل شيء. المشكلة اليوم الحكومة العراقية تصير الجريمة، ورا ما تصير الجريمة راح نشكل لجنة تحقيقية، يصير انفجار بساحة الطيران وراح نشكل لجنة تحقيقية، يتفجر مول بالكرادة وراح نشكل لجنة تحقيقية. أبو أحمد من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله أستاذ دولة أقول لك بيهم هاي إلهم صارة. شلون؟ هاي المنافذ الحدودية ما حدودية ما بسينو هاي إلهم. نعم. الشعب العراقي اصبح كل شيء باله نهائيا. طيب وناخذ حدود المشاعر شغله بسيطه هذه يعني هيك اكو. نعم. على الاكبر راحوا يعني على الاكبر يعني علينا نتخلص من هذول. وقال له شغلتنا حاله يعني ما استاله. نعم والله ما سرد اقول ما ينقل عليهم كل شيء هذول يعني ما يستمتعون حتى على الحد. ما يستمتعون على الشعب العراقي نهائيا. نعم. والله. هاي من 2003 لحد الان يعني بس نهب وسلف هذا هو. والعراق ما صدها شاره اذا ما يخسرون هذول ابدا نهائيا ما صدها شاره. وهم نفس بنفسهم يرجعون بالانتخابات نفس النفس. وزين وهم بس محتدين على النفط، الزراعة سقطوها، الصناعة سقطوها، ما خلص يعني ما يحتدون على هذه نهائيا، ما عندهم اعتماد عليهم. نعم. شكرا. شكرا شكرا لك أبو أحمد. اليوم القضية الحكومة العراقية مدى تباوع عليها. مثلا اليوم انقطع المي عن جانب الكرخ في العاصمة العراقية بغداد بشكل نهائي. لما يعرف السبب لأنه أكو برج للكهرباء يغذي المحطات تحلية المياه اللي تغذي جانب الكرخ. هاي الأبراج استهدفت اليوم، فاستهداف الأبراج أدى إلى انقطاع الطاقة الكهربائية فوقفت عن العمل فوقف المي. طبعا هو إذا وصل المي للمواطن العراقي، لأنه العاصمة العراقية بغداد حالها حال باقي المحافظات العراقية دتعاني من شح المياه ودتعاني من شح في تزويد المستهلك بالطاقة الكهربائية، فما بالك في محطة تحلية. لكن الحكومة العراقية ما وجهت اليوم القطاعات العسكرية مالتها حتى تحمي الأبراج أو حتى تشوف قوات الشرطة شنو سبب الخلل ومنو اللي ينفذ هاي الهجمات، أو تشكل لجان شفافة وحقيقية لمتابعة هذا الأمر. لكن نلقي انه اليوم اكو نزاع مسلح داخل المنافذ الحدودية لاقتسام الكعكة مثل ما يقولون. رسائل واتساب اليوم وصلتني رسالة وحيدة للبرنامج تقول السلام عليكم استاذ، انا ام علي من بغداد، ما عندنا غير هاي القناة نوصل صوتنا لكم، عندنا سجين بالكاظمية ما يخلونا نواجه الا بطاقة تلقيح، واللي ما يوالم التلقيح شلون سوولنا حل؟ الله يخليكم. وين الطب اللي عندنا؟ وانت تعرف الطب اللي عندنا فاشل. هاي الرسالة اللي وصلتني، اتمنى يسمعوك ويجاوبوك على هاي القضية. لكن يا مشاهدين الكرام، المشكلة اليوم هي مو بس المنافذ الحدودية، المشكلة اليوم عندنا مشكلة وهم اكبر. العراق دا يعاني من هدر كامل لأموال العراق. العراق اليوم دا يعاني أنه المواطن فقير، دا يعاني العراق اليوم أنه راتب ما عنده، دا يعاني العراق اليوم أنه عايش في دولة خايف من العيش بيها. المتصلين اللي أحد المتصلين يقول أنا يوميا من أقعد من الصبح أقعد الصبح أحمد الله وأشكر أنه أنا على قيد الحياة.
هذه ما المفروض الكلمة تنقال في بلد هو عايش فيه، هو ببلده. المفروض المواطن العراقي اليوم يتمتع بأمان ويتمتع في كافة نواحي الحياة. المفروض اليوم المواطن العراقي ما يتظاهر من أجل كهرباء ولا يتظاهر من أجل خدمات. المفروض الحكومة هاي تفكر بها بدون ما المواطن العراقي يحكي. المفروض اليوم احنا بال2021 الشعب العراقي يدور رفاهية، لأنه احنا بلد غني، بلد غني في تربته، بلد غني في معادنه، بلد غني بالمياه، بلد غني في شعبه، بلد غني بالعقول، بلد غني في كل شيء. فالمفروض اليوم المواطن العراقي ما يفكر انه يجي راتب لو ما يجي راتب. المفروض المواطن العراقي ما يفكر انه اكو كهرباء لو لا. المفروض الحكومة أسست إلى شيء وانشال الحصار الاقتصادي عن العراق وراحت الدكتاتورية وجت الديمقراطية. المفروض المواطن العراقي ما يفكر بهذني، والمفروض بحكومة تفكر شلون ترفه الشعب العراقي. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.